بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفقره الثانيه ديال مباراه نطاليس، هي مباراه نطاليس العكسيه. اذا عندنا واحد النشاط ا بي سم 3 بحيث ا بي كتساوي 4 سنتيمتر و ا سي كتساوي 6 سنتيمتر، ام و ان نقطتين من ا من مستقيم ا بي و ا سي على التوالي بحيث المسافه ا ام كتساوي 2 سنتيمتر والمسافه ا ان كتساوي 3 سنتيمتر، والنقط ا و ام و بي في نفس ترتيب نقط ا و ان و سي، انشئ شكلا مناسبا ثم قارن النسبتين A N على A C و A M على A B ثم استنتج بأن مستقيم A B كيوازي مستقيم M N. إذا غادي نحاول نشأو واحد المثلث بحيث عندنا A C كتساوي 6 سنتيمتر، إذا غادي نرسم واحد المثلث. إذا إلا خدينا A C ستة سنتيمتر، ما إلا خدينا مثلا A B كتساوي 4 سنتيمتر. إذا عندنا A B ثم C M و N نقطتين من مستقيم A B و A C على التوالي بحيث المسافة A M كتساوي 2 سنتيمتر. إذا إلا خدينا المسافة A M عندنا المسافة A M، هنا إلا خدينا A B كتساوي 4، إذا هنا عندنا النقطة B عندنا النقطة C، إذا إلا خدينا المسافة A M كتساوي 2 سنتيمتر. ثم إلا خدينا المسافة AC عندنا المسافة أن النقطة N فهي من المستقيم AC بحيث إلا خدينا المسافة AN كتساوي 3 سنتيمتر. إذا هنا عندنا النقطة N، هنا هو النقط A و B و N في نفس ترتيب نقط A N و C. في هذه الحالة شنو كنقصد بأن النقاط هنا عندنا نقط A و M و B، A و M و B في نفس الترتيب ديال A و N و C، عندنا A أي A M كتبع M هنا كتبع N ثم كتبع B ثم كتبع C، ولكن هنا هاد النقطة M يمكن نديرها هنايا أو يمكن ندير النقطة M هنا، ولكن إلا درنا النقطة M هنا واش النقطة A و M و B في نفس الترتيب ديال A و N و C؟ في هذه الحالة لا، عندنا النقطة A نقطة A عندنا النقطة M و N ماشي في نفس الترتيب. إذا ضروري هنايا غادي نحتفظو بالمعطيات اللي عندنا، عندنا A و M و N في نفس الترتيب ديال A و N و C، نفس الترتيب ديال A و N و C. هنا أولا ننشئ الشكل المناسب هو هذا، ثم قارن النسبتين، إذا غادي نحاول نقارنو النسبتين. إذا السؤال الثاني، إذا لدينا إلا قدينا أ إن ولا أ سي، إلا خدينا المسافة أ إن شحال كتساوي؟ كتساوي 3، المسافة أ سي فهي كتساوي 6، 3 على 2 اللي هي 1 على 2، إذا غنختزلو ب 3، 3 مقسومة على 3 هي 1 و 6 مقسومة على 3 اللي هي 2، ثم عندنا أ إم على أ بي فهي كتساوي، إذا أ إم كتساوي 2 سنتيمتر و أ بي كتساوي 4، هنا إلا اختزلنا اختزلو بجوج، جوج على جوج اللي هي 1 4 مقسوم على جوج اللي هي جوج. إذا إلا خدينا المقارنة ديال أن على أسي و أم على أسي، إذا في هذه الحالة النسبة أم على أسي فهي كتساوي النسبة أم على أبي، إذا هادو فهما متقايسين. ثم إلى السؤال الثالث، استنتج بأن بي سي كيوازي أم إن. في هذه الحالة بما أن النسبة أم على أسي كتساوي أم على أبي، وعندنا النقط A و N و C في نفس الترتيب ديال النقط A و M و B، إذا إلا خدينا المستقيم M N فهو كيوازي المستقيم B C، بالإضافة إلى أن عندنا خاصية وحدة أخرى، بأن إلا خدينا النقطة M بحيث المسافة A M فهي كتساوي 2 سنتيمتر، وعندنا A B كتساوي 4 سنتيمتر، إذا M فهي المنتصف ديال القطعة A B، نفس الشيء إلا خدينا N فهي كذلك المنتصف ديال القطعة A C. وديجا شفنا واحد القاعدة بأن المستقيم المار من منتصفي الضلع المثلث كيوازي حامل الضلع الثالث، وبالتالي إلا خدينا المستقيم ام ان فهو كيوازي مستقيم بي سي، إلا خدينا المستقيم ام ان كيوازي مستقيم بي سي. هنا شنو هي الخاصية ديال طاليس العكسية؟ ديال الخاصية طاليس العكسية شنو كتقول لنا؟ تقول لنا كان عندنا واحد المثلث وكانت عندنا النسبة ان على اسي كتساوي النسبة ام على
هابي، وخصنا شرط آخر، خص نقط A و N و C ستكون في نفس الترتيب ديال A و M و B. إذا تحققوا أن A N على A C كتساوي A M على A B وهاد النقط في نفس الترتيب ديال النقط الآخرين، فإن المستقيم M N فهو كيوازي مستقيم B C. إذا الخاصية ديال التعاريف العكسية الهدف ديالها هو نبرهنو على التوازي. إذا هادي الخاصية العكسية ديال مبرهنة التعاريف A B C مثلث. إذن A B C مثلث و M نقطة تنتمي إلى المستقيم A B و N نقطة تنتمي إلى المستقيم A C. إذا كانت النقط A و M و B في نفس ترتيب النقط A و N و C، إذا كانت نقط A و M و B في نفس ترتيب نقط A و N و C و النسبة A M على A B كتساوي A N على A C، فإن المستقيم M N يوازي مستقيم B C. إذن هذه الخاصية هنا، إذن A B C مثلث، M نقطة من مستقيم A B و N نقطة من مستقيم A C. إذا كانت نقطة A و M و B في نفس ترتيب نقطة A N و C وعندنا المسافة A M على A B كتساوي المسافة A N على A C، فإن المستقيم M N يوازي مستقيم B C. إذا عندنا مثال، إذا عندنا مثال واحد مثلث، عندنا A B C مثلث، ثم عندنا واحد نقطة M تنتمي إلى المستقيم A B، ثم عندنا نقطة هنا إذا خصنا نبينو باش يكون عندنا التوازي هنا، ثم عندنا نقطة هنا تنتمي إلى مستقيم C. إذا عندنا A B C مثلث و M نقطة تنتمي إلى مستقيم A B و N نقطة تنتمي إلى مستقيم A C، و إلا خدينا النقط A و M و B، إذن و A و النقط A و M و B في نفس ترتيب A و N و C، N و C، يعني النقطة A كتقابلها النقطة A، النقطة M كتقابلها النقطة N، والنقطة B كتقابلها النقطة C، والنقط A و M و B في نفس ترتيب نقط A و N و C. وإلا خدينا المسافة AM على AB كتساوي المسافة AN على AC، فإن مستقيم MN يوازي مستقيم BC، فإن المستقيم MN يوازي مستقيم BC. ثم عندي رد صحيح ديال التمرين التطبيقي، إذا عندنا ABC مثلث بحيث AB كتساوي 8 سنتيمتر و AC كتساوي 6، لتكون O نقطة من AB بحيث AO كتساوي 4 سنتيمتر و F نقطة من AC بحيث AF كتساوي 3 سنتيمتر. بيّن أن المستقيم BC يوازي مستقيم AF. إذا عندنا مثلث ABC ها نرسم واحد المثلث، إذا عندنا ABC ثم لتكون نقطة من القطاع AB بحيث AH كتساوي 4 سنتيمتر تقريبا، هنا عندنا النقطة E، ثم عندنا F نقطة من القطاع AC بحيث AF كتساوي 3 سنتيمتر. ثم المطلوب منا بيّن أن BC كيوازي مستقيم AF. هذه الحالة أول حاجة غادي نحاول نستعملو الخاصية ديال التعاليس العكسي باش نبينو بأن مستقيم AF يوازي مستقيم BC. إذن لدينا ABC مثلث و F تنتمي إلى المستقيم AC و E نقطة تنتمي إلى المستقيم AB.
هنا لدينا غادي نحسبوا النسب ا او على ا بي، شركة تساوي ا او على بي، اذا ا او كتساوي 4، 4 على 8 كتساوي 1 على 2 اللي اختصنا ب 4. ثم لدينا ا اف على ا سي كتساوي 3 على 6، نختزل 3 وتعطينا 1 على 2. اذا كنلاحظ ان المسافه ان النسبه ا او على ا بي فهي كتساوي ا اف على ا سي. ثم بقينا شرط واحد اخر، دي نشوفوا النقاط ا و او و اف واش في نفس الترتيب ديال ا و اف و سي. نعم، بما ان النقاط ا و او و بي في نفس ترتيب النقاط A و F و C، فإن المستقيم EF يوازي المستقيم BC، فهادشي حسب مقارنة طاليس العكسية. وبعدها نكون سالينا هاد الفقرة، واللي عندو شي سؤال يخليه في التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.